في كتير من الناس بدهم يدخلوا بمجال يصنعوا محتوى بس ما قادرين يوصلوا للهدف اللي بدهم إياه، فشو بيعملوا؟ بيختصروا كل الطريق يلي هو رح يوصلهم لهذا الهدف وخلص بيبدأوا صناعة المحتوى. مثلاً واحد نحيف كتير وبدخل بده يصير مثلاً يسوي فيديوهات تاعت الجيم، يصير يعلم الناس كيف تتمرن، شو تاكل بالضبط عشان تكبر العضلات تاعتها، فبيدخل خلص على السريع هيك بهذا المجال، بيبدأ تصوير وبيصير يعلم الناس. مثلا كمان واحد تاني شفته اليوم، هذا الإنسان داخل بالمحتوى تاع التعليم كيف تطلع فلوس والتحفيز، عرفتوا هذا المحتوى؟ انت رح توصل يوما ما، هل انت بدك تضلك هيك تشتغل ولا بده يكون عندك شركة؟ انت اللي بتختار اللي بدك إياه. وطالع يصور هذا الفيديو بكل ثقة من النفس، أتمنى يكون هذا مزح بس هورجيكم الفيديو، انتوا قرروا احكوا لي شو رايكم بهذا الفيديو. شايف هدول الناس يلي كلياتهم وراي ساعة 4 هلا بالشمس عم يسبحوا وبنبسطوا ومكيفين، هدول مالهم موظفين، هدول عندهم بزنس خاص فيهم، المصاري بتطلع وهن نايمين، وانا اسف ما قصدي اجرح ولا اي انسان. لحظة قبل ما تجرح اي انسان، هلا التعليقات انا متاكد حتكون جرحتك كثير. انت شو لابس بالضبط؟ شو هذا اللبس؟ لابس قميص مع جرافة وبنفس الوقت لابس بنتكور اللي هو الشورت تاع السباحة الشرعي للرجال، وكمان لابس شحاطة تاعت الحمامات، شو هذا اللبس؟ ما في هيك غني بيلبس، ما في ولا غني هيك بيلبس. الغني لما يروح البحر على فكرة ما بيكون رايح بالجرافة، يمكن هو هيك مفكر انه خلاص الغني وصاحب الشركة دائما لابس جرافة وجاكيت البدلة ومن هذا الكلام، لا بس يروح البحر بيكون زيه زي باقي الناس، يعني مش لابس اللبس هذا الرسمي، بيروح البحر بسبح بدون تيشيرت بدون قميص بدون جرافة، بس هو راح البحر يصور هذا الفيديو بهذا اللبس عشان هو بده يعني يوحي لنا انه شوفوا كيف انا على فكرة واحد منهم لهدول اللي هون اصحاب البزنس والشركات. وصار يحكي لنا كيف انه هلا على فكرة الساعة 4، ما هلا الساعة 4 وهياهم هم قاعدين بيسبحوا، الناس اللي بتشتغل ما بتروح تسبح بهذا الوقت. كيف عادي في ناس بتخلص شغلها مثلا الساعة 2 وبتروح تسبح بعدين؟ مين حكى لك هاي المعلومات انه اللي بيشتغلوا ما بيقدروا يروحوا يسبحوا بهذا الوقت؟ هدول كلياتهم اصحاب شركات. كمان ماسك بايده كاسة الشاي عشان كان يورجينا انه هو مشغول، كان قاعد بيصور هذا الفيديو هيك يعني ما اخذ من وقته كتير هذا الفيديو، كان قاعد بيشرب كاسة الشاي وصور هذا الفيديو عشان يساعدنا ويحكي لنا كيف نطلع فلوس. هذا الواقع، لكن خيار عندك وبايدك، فهل بدك تضل موظف ولا تصير رائد اعمال؟ خلص الفيديو وكاتب كمان هو بالبايو عنده تواصل معنا للاستفسار اكثر هاشتاج لعبة الثراء. خلينا هلا بدنا نشوف التعليقات، التعليقات شو قاعدين بيحكوا على هذا الموضوع. يا جماعة والله عيب عليكم تتمسخروا عليه بدوني. انت شكلك حتى وظيفة ما عندك. نايلون ماسك. أول مرة بشوف كل الكومنتات سلبية وهذا شيء إيجابي. أتمنى أنه هذا الرجال قاعد بيمزح، ما قاعد بيسوي هاي الفيديوهات وهو جد يعني طالع يعلم الناس ويحكي لهم هاي الأشياء التحفيزية. هو أنت شكلك الصراحة لسه يعني ما وصلت للهدف اللي أنت بدك إياه، واضح أنك بدك توصل للهدف بس لا تبدأ هذا المحتوى إلا لما توصل الهدف. مثلا هداك الأردني، نسيت شو اسمه، هداك الأردني اللي دائما بيطلع وبيعطي أشياء تحفيزية، هذا يعني بتقدر تحكي بيستاهل أنه يطلع ويعطيك هاي الأشياء التحفيزية، بيستاهل أنه يورجيك الأشياء يلي أنجزها لأنه وصل، بس أنت لسه ما وصلت عشان تصير تعمل نفس هداك. أصبر شوي بس توصل، وقتها ان شاء الله بتصير اندرو تيت وبتصير تعملنا هاي الفيديوهات الحلوه. شايف هدول السيارات الرانج اوفر كلياتهم اللي موجودين عندي؟ بحياتك ما راح يصير عندك حق وحده منهم. بس خلص الفيديو. بس شايف هدول السيارات؟ ما راح يصير وحده عندك منهم. خلص الفيديو. المهم هلا خلينا نروح على الفيديوهات الثانيه اللي شفتها بالانستغرام. في فيديوهات ثانيه كمان لناس سمان. الناس اللي سمان بالإنستغرام المفروض ما ينزلوا أبداً، لا تنزل بالذات ريلز، لو بتنزل ريلز بالإنستغرام وأنت سمين أنت رحت فيها، التعليقات حيستلموك. I want to ask you something and I want you to be honest with yourself. Only the people who thought about what I'm about to say comment. If you comment some horse shit, I'm not going to take you serious. If you comment some dumb shit, I'm not going to take you serious. But I really want you to ask yourself. Shit.
تعليق من التعليقات، واحد كاتب بشبه السناب شات لوجو. ما أعرف ليش هيك، لما تخيلت السناب شات لوجو جنبه حسيت جد بيشبهه. المهم، إذا أنت اسمين وطالع كمان تعاتب الناس وتحكي لهم لا تعلقوا لي تعليقات سلبية لأني أنا سمين، الإشي الوحيد اللي حيسووه هو أنه حيعلقوا كمان تعليقات سلبية، ما رح يسمعوا كلامك، مستحيل الإنستغرام يسمعوا كلامك، يحكوا لك آه أنت سمين وبتتضايق من هذا الإشي، خلاص حنبطل نسوي هذا الإشي، بالعكس رح يزيد هذا الإشي عندك، وهذا اللي صار معاه بالضبط. Did I fail you as a creator? Or did y'all fail me as follower? في واحد كاتب تعليق ما بيقدر ينشنق لأنه ما عنده رقبة، يعني الرقبة تاعته مش مبينة. أنتوا متخيلين لأي مرحلة من السمنة لازم توصل عشان تصير نفسه؟ وهذا الإنسان لهلأ ما استوعب هذا الإشي وما قاعد بحاول يحسن من حاله وينزل وزنه. يعني هو طلع يعاتب الناس ويحكي لهم إذا أنتوا بتكتبوا لي هيك تعليقات سلبية لا تيجوا عندي ولا تكتبوا لي، وما عاتب نفسه. عاتب نفسك قبل ما تعاتب هاي الناس، عاتب نفسك، شوف شو مسوي بحالك، رقبتك حرفيا مش مبينة، جد بتشبه لوجو السناب شات. السمان دائما هيك بيطلعوا بيحاولوا يبرروا الموقف تاعهم، بالذات هدول السمان يلي ما بينحفوا، يعني اللي ما بدهم ينحفوا. من الآخر، بأمريكا وبالغرب بشكل عام وبأوروبا كمان قاعد بصير هذا الإشي تقريبا ترند، يلي هو إذا أنت سمين بالعكس إحنا منشجع فيك، ما بصير تحكي للسمين إنه هو السمين، ما بصير تحكي للسمين إنه أنت لازم تنحف. لو أنت بتحب الأكل وبدك تاكل تاكل وتضلك تسمن، هذا الإشي عادي، بسموه عندهم body positivity، اللي هو إنه الجسم الإيجابي عادي. بالعكس، أنت شو ما بدك تكون، لو بدك تضلك سمين ضلك سمين. وفي حتى هيك يعني مشاهير بالسوشيال ميديا عندهم عند الغرب اللي تعون البادي بوزيتيفيتي، بس للأسف هدول المشاهير ماتوا. Just because I'm fat that doesn't invalidate the things that I say. She died. You ready to get super size? She died too. Today I got the big fruit loop. He's dead. Join me on my fat positive radio show, which didn't last long because she died. من كتر التحفيز اللي بياخدوه من الناس، لأنه هناك كمان الناس بيضلهم يحفزوا فيهم لما يشوفوا حدا سمين، بالعكس بدال ما يصيروا يحكولوا أنت لازم تنحف أنت كتير سمين، بدال ما يعطوه الحقيقة بيصيروا يسايروا فيه، حتى لو هم قاعدين بيكذبوا على حالهم وبيكذبوا عليه بيسايروا فيه. You go! Wow! Slay queen! You look so good! يا الله ما أحلاكي! لا تنحفي، لا تسمعي كلام حدا، لا تنحف، بالعكس كون نفسك، خليك زي ما انت، كل اللي بدك اياه. وبالاخر هدول بيموتوا، لانه هدول موصلين لمرحله من السمنه اللي هي مش طبيعيه، هاي السمنه المميته. لما انت توصل لمرحله انه جسمك فيه كتير دهون، جسمك ببطل يقدر يتحمل، خلاص ما بيقدر يحمل كل هاي الدهون، فجسمك بالاخر واعضائك كلها بتصير خلاص شوي شوي توقف توقف توقف، بالاخر انت بتموت، بتضعف، انت بشكل عام بتضعف من جوا، انت قاعد بتضعف، الليفر تاعك، الكدني تاعتك، كل اشي حواليه فات، كل اشي حواليه دهون، ما في اشي بجسمك ما عليه دهون، فجسمك خلاص بتعب، خلاص مشان الله انحف. وانت عندك هاي الناس بتضلها قاعدة بتحفز فيك مثل هدول اللي شفتوهم. Join me on my body positivity radio. عندها راديو كامل، عملت شو كامل انه انا السمينة يلي بعمل راديو بتشجع الناس. من الآخر، فالناس لما يسمعوا هيك أشياء يشوفوا الناس كلها قاعدة بتساير هاي الناس، بصير في ناس أكتر بدها تصير سمينة، وهدول السمان يلي بسمعوا هذا الكلام بصيروا يحكوا يا أخي آه عادي نكون سمان، هما من دون إشي بدهم أي حجة بسيطة. كتير منهم هدول السمان، كتير بتيجي بتحكي معاهم بتحكي لهم ليش ما بتنحفوا؟ يا أخي والله حاولت أنحف ما قدرت، حاولت كتير ومسكت دايت وجربت أتمرن بس ما بنحف. سبحان الله، هم يعني غير كل الناس الباقية هم ما بينحفوا، إشي جدا غريب. يعني هاي من الآخر حجة، ما في إشي هيك اسمه، ما في إشي اسمه أنا ما بنحف. حتى اللي معهم أمراض، في ناس يعني معهم أمراض اللي هي الغدة ومن هذا الكلام بيقدروا ينحفوا. هيا صاحبي مع الغدة وكان سمين، يعني كان كتير سمين، وبالآخر نحف نحف كتير، حتى شو سوى؟ راح الجيم تمرن وخفف الأكل تاعه فقط لا أكثر. فهذا كله كلام فاضي،
هدول بيسمعوا هذا الكلام الاسمان، حتى اللي بتفرجوا مثلا على التيك توكات وبيشوفوا هاي الناس المشاهير اللي قاعدين بيحكوا عادي يكون سمينة، واه انا عندي راديو وهياتني سمينة وبتضلها بتحكي كيف انه هي سمينة وعادي انت تكون سمين، فبصيروا بياكلوا اكتر بياكلوا بياكلوا بياكلوا، بالاخر بيوصلوا لمرحلة انه جسمهم مش قادر يتحمل وبيموتوا للأسف. كل هذا بس لأنه قاعدين بيعيشوا حالهم بالوهم وبيسمعوا كلام الناس يلي قاعدة بتسايرهم. انت لو بتساير هاي الناس اللي كتير كتير سمينة انت تعتبر داخل بالغلط. لو واحد سمين مش ضروري انت تروح كمان تحكي له يا دب يا سمين والله انت واحد مش منيح وانت لازم ما تعيش، مش هيك، مش لهي الدرجة، بس انه بتروح بتحكي له يا اخي مش ناوي تنحف، عشان يصحصح شوي على حاله. لو هو صار يعطيك حجج وانا مش قادر وانا جربت قبل انحف، وقف، لا تحكي معه خلص، اعرف انه هذا ما في منه امل، هذا لازم لحاله هو يصحى حاله ويعمل هذا الاشي اذا انت بدك تضلك تحكيه على الفاضي. بس الاشي السيء انه قاعد بينتشر هذا الشيء بالسوشيال ميديا كتير، الناس صارت تخلي هذا الشيء عادي، انه انت سمين هذا اشي عادي، ما في اشي. وانا ما عم بحكي على السمين شوي، ما عم بحكي على اللي وزنه شوي زايد وعنده كرش ولا اشي زي هيك، لا، هدول اللي سمان سمان سمان، يعني أوزانهم بتوصل 180 200 كيلو، هدول خلص أوبيسيتي ليفل مليون، يعني السمنة عندهم رح تموتهم حرفيا، وهياهم ماتوا. فلا تضحك على هاي الناس، لا تقعد تساير فيهم، لا تسمع كلام السوشيال ميديا وهدول اللي بادي بوزيتيفيتي، كن إيجابي دائما مع الكل، حتى لو واحد سمين بدك تحكي له إنه عادي كون نفسك وضلك كل أنت لسه حلو. لا تكذب، احكي الصراحة، احكي لهم الحقيقة عشان ما يصير فيهم زيكم بالآخر يتشجعوا انهم يأكلوا أكتر وأكتر ويموتوا. وبس هذا هو الفيديو لليوم، احكوا لي شو رأيكم بالإنستغرام والمنشنات بالإنستغرام، وتعالوا عندي بالإنستغرام سووا لي فولو. لو عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، ونشوفكم على خير، فمان الله.